بسم الله الرحمن الرحيم. تظاهرات تشرين التي بدأت قبل أشهر كانت تحمل مطالب مشروعة لمواطنين سلميين، تعاطت معها القوى السياسية في الحكومة والبرلمان بإيجابية بعد أن أيقنت أن هذه التظاهرات لن تتوقف أو أن يراهن البعض على الزمن في إيقافها. تجاوبت مع هذه المطالب بحزمة من الإصلاحات متمثلة بقرارات من المؤمل أن توفر فرص عمل للعاطلين، خدمات، أيضا إجراءات فعالة في مجال مكافحة الفساد الإداري. ثم انتهينا من تشريع قوانين مفصلية سوف تؤسس عليها العملية السياسية في المرحلة القادمة، وهي قانوني الانتخابات مجلس النواب وقانون المفوضية المستقلة للانتخابات. اليوم الكل ينتظر هذه الحكومة، حكومة السيد علاوي المكلف، من المؤمل أن يقدم منهاج الوزاري وكابينة الوزارية أمام مجلس النواب في جلسة استثنائية. مهام هذه الحكومة واضحة، هي حكومة واجباتها ومهامها تتعلق بتلبية مطالب المتظاهرين، تحقيق الاستقرار وبسط سلطة القانون، ومن ثم تهيئة الأجواء السليمة لإجراء انتخابات المبكرة. هذا هو الاستحقاق المهم الذي سوف يتحقق إن شاء الله قريبا.